الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال تؤكد أن إدارة السجون تراجعت عن الخطوات المتطرفة التي اتخذت بحق الأسرى، وقالت في بيان لها إن أوضاعهم وظروفهم المعيشية عادت لما كانت عليه قبل 6 أيلول سبتمبر 2021. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن اليوم الأربعاء عن تسجيل 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية، وتوزعت الإصابات بواقع 839 في الضفة الغربية و1527 في قطاع غزة. أكثر من 300 مستوطن يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أمس الثلاثاء عن تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى اليوم الأربعاء بمشاركة جميع منظمات الهيكل عشية عيد الغفران. وزير الجيش الإسرائيلي بيني جينتس يؤكد استعداد إسرائيل للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، واضعا في الوقت نفسه شرطا تكون الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عنه. مجلس الإشراف والرقابة لشركة فيسبوك يحيل الشكوى المقدمة للشركة حول التحيز ضد المحتوى الفلسطيني إلى التحقيق عبر لجنة خارجية مستقلة، وستبحث اللجنة فيما إذا كانت قرارات تعديل المحتوى أو حذفه بما في ذلك القرارات الآلية تعامل المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل مختلف. نهاية الموجز، في أمان الله.